السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والغناء في معهد الموسيقى الوطني في العراق. ارحب بكم اجمل ترحيب واهلا وسهلا بكم. مثل ما اتفقنا انه كانت محاضراتنا السابقة تمارين لتقوية الأصابع والزند على زند العود طبعا والريشة، نستمر بهذه التمارين لأن هي صدقوني مفيدة لكم، غيرها غير مفيد. يعني من تعزف أغنية أو غير أغنية غير مفيد، غير التمارين لأن هي تقوي الريشة مالتك، ضرب الريشة والأصابع على زند العود. نرجع على أكو قضية ثانية ومهمة اللي هي الدورات. عندي 8 محاضرات شهريا، يعني كدورة، دورة آلة العود أو تعلم الغناء، 8 محاضرات شهرية تقدر تشترك بها أونلاين مباشرة وياي من خلال رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو، وهذا تقدر تتصل به وياي وحتى نقدر نتفاهم ما هي الدورة الموسيقية وكيفكم. نبدأ بهذه المحاضرة اليوم. احنا عندنا تمرين تنقل الأصابع على زند العود، وهو تمرين 16، تمرين تنقل الأصابع على زند العود. تلاحظوا قدامكم ايضا مثل التمارين السابقة، تمرين دائما الريشة نازل صاعد، يعني الدو نازل والدو العالي جواب صاعد، فيكون عندكم كالتالي. دائما نخلي احنا النوطة ونخلي العود للأسفل حتى نقدر تشوفون وتلاحظون العود وكيف راح تكون. يصير عندكم دو سيلا دو نواري ريشتين انوار خلصنا، ري ري دو ري دي دو ري سول دو لا ري سي مي ري سول لا سي دو بي دو سول دو سول مي فا دو سي ري دو سول مي ايش راي يصير عندك؟ لا دو او صول دو صول ري صول مي ري صول لا صول مي ري دو او. هذا التمرين بدايه الشو راح تكون، بعدين من راح تتمرن انت راح تكون عندك دو شكرا اخواني احبتي. هذا التمرين اللي قلت لكم به قوي الزند العود، واكتفينا يعني بعزف السطر الاول تقريبا وجزء من السطر الثاني، وهذا يفيد بتقويه اصابع زند العود وايضا الريشه، و جدا مهم للطالب. ويا ريت انه تقرون نوطه موسيقيه، طبعا جدا مفيد لكم تتعلم نوطه افضل ما انت تكتب جواب العربي. هذا دائما أنا أحب أن أركز عليه لكم ولازم تعرفونه، وضروري جدا لا تكتب جواب العربي، تعلم على قرايتي راح تعرف، ومن خلال الدروس القديمة الموجودة عندي كيفية قراءة النوطة، شلون البلانش، شلون الانوار ينقري، شلون الروند ينقري، تصفيق من قراءة بضرب اليد وأيضا بواسطة الريشة. الروند 16 ريشة، البلانش 8 ريش، النوار 4 ريش، الكروش ريشتين والدبل كروش ريشة، و هكذا يعني نقدر نكمل لكم المعلومات أو الأشكال الموسيقية نكملها بالتدريج. تحياتي لكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك في الدورات الموسيقية أهلا وسهلا به حتى نقدر نضبط له جدول بأما الغناء أو بتعلم العود. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.